بقيت طول الليل بعيط وانا برضعه. في شغلة غريبة كنت أحسها إنه أنا عم بحاول إني أتخلص من بنتي. كنت حاسة إنه دايماً في حاجة للبكاء بدون سبب، حتى لو حكيت مع الناس اللي حوالي ما حدا فاهم أنا شو عم بمر فيه. كانت رحلة حمل كتير صعبة، خلتني إنه أحس بمرحلة من مراحل العجز إني أنا ما رح أقدر أرجع أمارس حياتي الطبيعية مرة تانية. في شغلة غريبة كنت أحسها إنه أنا عم بحاول إني أتخلص من بنتي، بس هذا بذاكرتي اللاواعية وأنا برضى فيها، خصوصاً إنه عم برميها من الشباك أو برميها من البلكونة. لما حكيت لخواتي وماما بتذكر استهجنوا الموضوع كثير وكثير استغربوا. زوجي حكالي بليز لا ترضعي البنت قريب من الشباك او البلكونة. ما حسيت في حدا من اللي حولي فادني. بقيت طول الليل بعيط وانا برضعه. بدأت احس ان دي اعراض الاكتئاب. الفكرة اللي مسيطرة عليا هو أنا عايزة أموت. أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ هو أنا إزاي هكمل بقية حياتي بالشكل ده؟ الكلمة المعتادة من كل اللي حوالينا بتبقى ساعتها أنت مش أول واحدة تخلفي وكل الناس خلفت، يعني إيه اللي أنت فيه؟ أكتر شيء أثر فيه وزاد عندي الاكتئاب هو انه انا بنتي تشخصت بعد تقريبا شهر او 40 يوم حساسية حليب، حساسية صار بيض سمسم. جسمي كمان تغير طبعا كتير مع الولادة، خاصة انه كمان ولادتي كانت قيصرية لأسباب طبية. رجعت من الأمومة بعد 3 شهور، كنت أحس حالي انه انا رايحة زي كأنه أتحرر لما أطلع على الشغل. أول ما أجي أقرب أروح على البيت ببلش إحساس الخوف، ضبضات القلب السريعة، قلق مش طبيعي، أكون أرجع داليا اللي مش طبيعية المتوترة. Often women can have symptoms such as they were expecting to love new motherhood, right? They were expecting to find that really rewarding, and her emotions are not those emotions. She's feeling flat. Maybe she doesn't feel anything. Maybe she feels sad all the time. And then it comes with that all the shame. And so a lot of times women suffer quietly for a long time and put on a fake public face. If you don't treat a woman with postnatal depression, that could go on for longer and it can be more serious. Often the treatments are not medication. Sometimes they are, but often they're not. If you're a midwife or a GP and a woman comes to you and says, "Doctor, I don't feel quite right about, you know, I've had my baby and my emotions aren't quite right," believe her. Don't pat her on the head and say, "Oh, you're probably just tired. All new mums are tired." Don't patronize her. Ask her more questions, open questions. What do you mean by that? Tell me a bit more about that. So we enable women to tell us more. We don't shut them down. It's really important to offer women support and care and treatment really quickly, because it not only benefits them, it benefits the long-term potential of their baby.